أعزائي الطلبة والطلبات، أهلا بيكم. طبعا احنا عارفين عن ضايع الإحراج عندنا، عارفين إن هي الجلد والرئتين والكليتين والكبد. خدنا قبل كده الجلد والرئتين وفصل التنفس وعرفناهم بالتفصيل. دلوقتي احنا هنركز على الجهاز البولي في الإنسان والكبد. هناخد أول حاجة الجهاز البولي في الإنسان اللي بيتكون من الكليتين والحليبين والمثانة وقناة مجرى البول. أنا عندي أو عارفة إن كل حيوان فقاري كليتين، تختلف هاتان الكليتين في الفقريات الراقية زي الإنسان والثدييات اللي هي عمود الفقر بتاعها متقدم بقى عن في الفقريات الدنيا اللي هي العمود الفقر بتاعها بسيط وبدائي زي السمكة والضفدعة. فمثلا في الفقريات الدنيا بتكون الكلى بتاعتها الكلية بتكون أعضاء رقيقة وطويلة بتقع على طول جانبي العمود الفقري. لو نقرب كده شوفوا هتلاقيها أعضاء رقيقة وطويلة، لكن في الفقريات الراقية زي الثدييات هتكون الكلى أكثر اكتنازا أو ممتلئة زي ما شايفين. بعد كده عايز أشوف موقع الكلية. أنا عندي في الفقريات الراقية والفقريات الدنيا الاتنين بيقع على جانبي العمود الفقري. في الفقريات الراقية بتقع حنان الكلية خلف البريتون. يعني ايه بريتون؟ البريتون ده هو الغشاء اللي بيبطن لي التجويف البطني. وما اقول تجويف بطني مش معناها بقول معدة، في كتير ما بيعرفش يميز بين البطن والمعدة بيتلخبط بينهم. لا، البطن حاجة والمعدة حاجة. البطن هي اللي بتخلي بالأحشاء الداخلية كلها اللي منها المعدة. الكليتين بتقع خلفه، بتقع كمان في الجزء العلوي من التجويف البطني زي ما انتم شايفين تحت القفص الصدري على طول على جانبي العمود الفقري. بعد كده هشوف وصف الكلية. طول الكلية نحو 12 سنتي وعرضها 7 سنتي اللي هو من هنا لهنا، والسمك بتاعها 3 سنتي اللي هو لما نقطع الكلية بالعرض اعرف اشوف السمك كويس. زي الكتاب ده مثلا، السمك بتاعه ده الكلية لو قطعتها بالعرض هتبقى عاملة كده، يبقى ده السمك وده العرض وده الطول. عشان السمك طبعا هو اقل حاجة بيعرفوه. بعد كده الشكل بتاعها زي حبة الفاصوليا او اللوبيا. شكل الكلية زي حبة الفاصوليا او اللوبيا، بمعنى ان الجزء الخارجي بتاعها محدد والجزء الداخلي بتاعها مقعر زي ما انتم شايفين. من ضمن الوصف ان عند الجزء المقعر بتاعها يدخل فرع من الاورطة لونه احمر اللي مش باين ده هنوريكم دلوقتي، يسمى الشرايين الكلوي، وبيخرج وريد منها اللي هو الازرق بيسمى الوريد الكلوي اللي بيتصل بالوريد العجوف السفلي. نشوفه بالتفصيل. انا عندي هنا الرسمة واضحة، عندي الشريان الكلوي بيدخل الكلية بيتفرع بيجي من الأورطة وبيدخل الكلية بيوديه للدم من الكلية من القلب للكلية. ده الأورطة. بعد كده عندي داعي الوريد الكلوي اللي هو بيصل الوريد العجوف السفلي بيصبلي الدم فيه، الوريد العجوف السفلي بيوديه للقلب، من الكلية للقلب لأعضاء الجسم بيكون اتنقى خلاص الدم. قلنا الوريد العجوف السفلي مش العلوي، لأن طبعا الأعضاء الداخلية أعضاء السفلى هي اللي بتتصل بالوريد العجوف السفلي بأوردتها. طبعا خدنا ده قبل كده في الدورة الدموية، وعارفين ليه الشريان لونه أحمر والوريد لونه أزرق. عايزينكم تراجعوا في الجزئية دي على الشرايين والأوردة والمقارنة بينهم عشان تفهموها كويس. بعد كده عايز اشوف تركيب الكلية. لو كده اخد مقطع طولي في الكلية او قطاع طولي الاحظ ان الكلية بتتكون على الشريان والوريد الكلوي، دول اساس قلناهم قبل كده بس مش دول الاجزاء الرئيسية. الاجزاء الرئيسية فيها حاجتين، القشرة والنخاع. القشرة طبعا هي المنطقة الضيقة اللي بتقع في الخارج، والنخاع هو المنطقة الواسعة اللي بتقع في الداخل، ودول اهم جزئين بيتكون منهم الكلية. لكن البره دي اللي هي الكبسولة اللي بتحمي الكلية ملناش دعوة بيها، فمنقولش عليها قشرة. بعد كده عندي حوض الكلية والحالب. هنعرف وظيفة كل واحد فيهم بالتفصيل او كل حاجة فيهم بالتفصيل دلوقتي. نقرب شوية كده من الكلية في القشرة والنخاع. هنلاقي حاجة بتسمى عندي هنا نفرون. النفرون هو الوحدة الوظيفية للكلية. وما اقول وحدة وظيفية للكلية بقول لك يعني هي الوظيفة الاساسية اللي على اساسها الكلية بتقوم بوظيفتها. كل كلية اصلا بتحتوي على نحو مليون نفرون. لاحظ ان بقول كل كلية ما بقولش كليتين، لاحظ كل كلية نحو مليون نفرون. هناخد نفرون منهم دلوقتي ونشوف اجزاءه ايه. النفرون بيتكون من 4 اجزاء رأسية، محفظة بومن، قناة ملتفة قريبة، قناة ملتفة بعيدة، ثانية حلم. الاربعة دول هما الاجزاء الرئيسية اللي بتكون منهم النفرون، محفظة بومن والقناة ملتفة قريبة وبعيدة وثانية حلم. لكن بقى عندي شعيرات دموية وديا بتحيط بالقنوات الملتفة، بتحيط بالأجزاء الرئيسية النفرون، وعندي فرع من الوريد والكلوي وفرع من الشريان الكلوي
اللي بيتخبطوا بالشعارات الدمويه. وبعد كده وعندي القناه المجمعه اللي بتجمع فيها العلم ده كلها بعد كده، وده محفوظ بومان سميت بهذا الاسم نسبه للجراح اللي اكتشفها سير ويليام بومان. بعد كده عندي ودي الشعارات الدمويه اللي بتوجد فيها ليا بتسمى الجمعة او الكبيبه او الكبه. بعد كده عندي القناه المرتفعه القريبه، وسميها قريبه لانها جايه او جنب محفوظ بومان بجوارها يعني، ومرتفعه مش محتاجه تفسير طبعا. بعد كده عندي القناة المرتفعة البعيدة سميها بعيدة لأنها بعيدة عن محفظة بومان ومرتفعة مش محتاجة تفسير برضه، واضحة طبعا. بعد كده عندي الشعيرات الدموية هي اللي بتحيط لي بالقنوات المرتفعة وأجزاء النفس المعاصية، وثانية هين للجزء الرابع الرئيسي بيكون على شكل حرف اليو وسميها بهذا الاسم برضه نسبة للعالم الاكتفى. ودي القناة المجمعة اللي بتجمع فيها الأعلام كلها، لذلك سميها بهذا الاسم. ده فرع من الوريد الكلوي اللي بياخد الدم بعد ما يكون ياخد الدم يوديه للقلب، وده الشريان الكلوي اللي بيجيب الدم يوديه للنفرون اللي هو في الكليه. وهنقرب شويه كده نشوف موقع كل واحد فيهم في الكليه. انا عندي طبعا النفرون موقعه الرئيسي في القشره بتاعه الكليه، كل جزء من اجزاء محفوظ بومن بتقع في القشره، والقناه المرتفعه قريبه والمرتفعه البعيده برضه في القشره، ثانيتين اللي بتقع في النخاع. القناة المجمعة في النخاع بتمتد للتجويف بتاع الكلية. هي بيبقى فيه جزء منها فوق شوية كده اللي هو زي ما انتم شايفين في القشرة، بس الأغلب الجزء بتاعها بيكون في النخاع. طبعا ده حد سأل نفس السؤال، أو ليه النفرون بيقع في القشرة بالرغم من إن في أجزاء منه بتقع في النخاع؟ ده بالظبط زي ما تكون مثلا قاعد على الشاطئ ومنزل رجليك في الماية. انا لما اجي اقول بقول انت قاعد على الشاطئ ولا بقول انك قاعد في الميه؟ اكيد بقول انك قاعد على الشاطئ لان معظم جسمك بيبقى على الشاطئ. كذلك انا عندي هنا النفرون معظم اجزائه قاعده في القشره، ثانيتين اللي بس هي اللي في النخاع والقناه المجمعه ليها. كل نفرون مش له قناه مجمعه لوحده، ده كل نفرون مجموعه نفرونات لها قناه مجمعه. القناة المجمعة دي بتتجمع كل دي قنوات مجمعة بتتجمع في تجويف الكلية، بتجيب لي الفضلات بقى اللي اتنقص كده وتوديها لي على تجويف الكلية. هنعرف ازاي تتكون الفضلات دي في الاخر، بس اصبر عليا بس شوية. بعد كده عندي الحالب اللي بعد كده الفضلات بتروح له، اللي هو عبارة عن قناة تنقل البول طبعا الى المثانة. وبعد كده هنشوف المثانة هي عبارة عن كيس عضلي بينقل البول من الحالب لقناة مجرى البول اللي هي دي. فبالتالي انا عندي الجهاز البولي، عندي ده كليتين وده حالبين وده مثانة وده قناة مجرى البول، ماشي. هنشوف المثانة. المثانة زي ما انا قلت هي الكيس عضلي بيتجمع فيه البول. بعد ما يتجمع فيه البول المفروض ان هو بقى ايه بيحصل عملية التبول. ففي عضلة عاصرة في المثانة حول المثانة، العضلة العاصرة دي اللي بتتحكم لي في البول بعد ما يتجمع. ده مثلا عندي الحالب ودي البول ودي على المثانة، ده عندي مجرى البول هنا مفتوح اهون، عندي في عضلة عاصرة في حول المثانة او في المثانة، وعضلة عاصرة في مجرى البول، مجرى البول الداخلي ومجرى البول الخارجي، بس احنا مالناش دعوة دلوقتي، احنا عايزين نعرف ان في عضلة عاصرة في المثانة. هي وظيفتها مهمة جدا انها بعد ما تجمع البول هي اللي بتتحكم لي ان البول يخرج، لان لو ما فيش عضلة عاصرة هيبقى في ثلث بول، هيبقى يعني سبحان الله على كل عضو في الجسم له اهمية. العضلة العاصرة دي يعني بعد ما تجمع البول كمان بتفتح لوحدها، ده احنا اللي بنتحكم لو احنا عايزين البول بتفتح، واما تكون المثانة فاضية بتكون مقفولة العضلة العاصرة. وكذلك الرسمة دي بتوضح طبعا اللي انا قلته من شوية، ده مجرى البول مفتوح هون وده العضلة العاصرة قبل مجرى البول. تخيل كده انك ماشي في حتة حر، جو حر قوي، بتجري وعرقان وصايم وحالتك صعبة خالص، وبتلاحظي اولا العرق بتاعك كتير، بتيجي تتبول البول اصلا عدد مرات التبول اللي انت بتبولها بتكون اقل من المعتاد، لما تيجي تدور بقى بتلاحظ ان البول لونه اغمق. محدش فكر وسأل نفسه ليه كده بيحصل ولا بنعدي كده خلاص؟ اللي بيحصل ده نتيجة حكمة من ربنا سبحانه وتعالى في عملية استخلاص البول اللي بتحصل في النفس. فلو عرفنا دلوقتي عملية استخلاص البول هنعرف ليه دلوقتي الحالة اللي انا اتكلمت عليها من شوية بتحصل. فانا عندي دلوقتي بيجي من القلب فرع الاورطة اللي بتفرع الفرعين، كل فرع بياخد بيدخل داخل
الكرياتين هما الشريان التلوي، ودي الكرياتين بتدخل داخل الكليتين، كل فرع داخل كلية. بعد ما يدخل هنشوف المخاطر دلوقتي، بعد ما يدخل الأفرع الوريد، بعد ما يدخل الشريان يتفرع لشعرات دموية زي ما انتم شايفين، بتجمع داخل محفظة بومن واللي بيسمى زي ما انا قلت الجمعة أو الكبة. دم كله بيدخل، الدم كله احنا عارفين الدم ده مكوناته ايه. الدم دي عندنا عارفين ان مكوناته كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، صفائح دمويه وبلازما، وحاجات خلايا دم وجزيئات بروتين وبلازما. خلايا الدم وجزيئات البروتين انا عندي ان الغشاء ده اصلا اللي هو الشعرات الدمويه ده غشاء رقيق شبه منتز، وده من رحمه ربنا. ليه؟ لانها بتسمح لي ان البلازما السائل البلازما هو اللي بيعدي، وجزيئات الصلبه الكبيره اللي ما بتعديش اللي هي خلايا الدم وجزيئات البروتين ما بتعديش، تنزل ترجع تاني زي ما نزل. اي سم ليه بقى؟ لان الجسم محتاجها لنمو. اللي بيعدي البلازما اللي هي بتتكون من ماء وفضلات ومواد عضويه ومواد قصدي معدنيه وجلوكوز، بتعدي بتروح على وده اسمها عمليه الترشيح طبعا، بتعدي تروح على القناه او الانبوبه المرتفعه القرنيه، ده اسمها عمليه الترشيح اللي بتحصل داخل او بتحدث داخل محفظه بومن هنا عمليه الترشيح. بعد كده هنشوف تحصل عمليه تانيه اعاده الامتصاص الاختياري. قبل ما نقول كده عايز اقول لكم حاجه، هل يا ترى لو انا الرشيح ده كله لو خرج من الجسم كله هل احنا كده هنعيش طبيعي؟ لا طبعا. هل كله بيخرج اصلا من الجسم؟ لا طبعا. الجسم محتاج مواد معدنيه ومحتاج جلوكوز ومحتاج ماء، بيكون لسه محتاجه، فبيحصل عمليه تانيه، ودي من حكمه ربنا برضو ان هي اعاده الامتصاص الاختياري. اللي لما بتحصل بتعيد لي المواد اللي محتاجها الجسم تاني، وبتخرج لي الفورمولات الضاره والسموم بره. فانا عندي بيدخل بعد ما هنا دخل الرشيح اللي هو البلازما، بيدخل على الانابيب المرتفعه القريبه، والجسم بقى بيشوف هو محتاج ايه، لسه محتاج الكليه تشوف الجسم محتاج ايه، لسه ناقصه ايه. لو ناقصه مواد معدنيه او جلوكوز او كده، بترجعها تاني من خلال الشعيرات الدمويه زي ما انتم شايفين دلوقتي. ما يحتاجه الجسم الماء والجلوكوز ومواد معدنيه بترجع تاني للجسم عشان هو محتاجها، لكن الفضلات بتخرج لي في صوره بول بعد كده، بتخلص منها الجسم، بتخرج تنزل في الانابيب المجمعه، ومن الانابيب المجمعه بتتجمع لحد الكليه، ومن حد الكليه للحالب، ومن الحالب بتدخل للمثانه، ومن المثانه لمجرى البول وللخارج على طول. طب ماذا يحدث لو لم تحدث عمليه اعاده الامتصاص واخرج كل الرشيح من الجسم؟ ده سؤال مهم جدا. ايه اللي هيحدث لو ما حصلتش العمليه دي خالص وكل الرشيح خرج من الجسم؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مفيش حاجه. كل الحكايه بس انك هتحتاج تشرب في اليوم 170 لتر من الميه، 170 لتر بس، 170 لتر. يا ساتر يا رب، ده الانسان في اليوم الواحد بيبقى محتاج يعني لو ربنا كرمه قوي بيشرب لترين ونص ميه بكتير قوي، لكن 170 لتر من الماء في اليوم الواحد لاحلال الغدد المضغ. تخيلوا الكليه قد ايه بوظيفه وظيفتها مهمه جدا لينا من خلال عمليه اعاده الامتصاص. ما يسعنا الا ان نقول الحمد لله. بعد كده عندي يبقى انا عندي دلوقتي الجهاز البولي في الانسان هيتكون عندي من الكليتين والحلبين والمثانه وقناه مجرى البول. اخر سؤال تاني، هل يمكن للفرد ان يعيش بكليه واحده؟ سؤال، هل يمكن للفرد ان يعيش بكليه واحده؟ الاجابه نعم، يمكن للفرد ان يعيش بكليه واحده. ده مش بس كده ومش دي المفاجاه، ده ممكن للفرد ان يعيش بكليه واحده، والكليه الواحده دي اكن الكليتين موجودين بالظبط، بتعمل نفس عمل الكليتين كانهم موجودين، لانها تنمو وتكبر قليلا وتقوم بعمل الكليتين معا كان مفيش كليه ثانيه اتشالت، كان مفيش كليه ثانيه حصل لها خلل، حصل لها فشل، حصل لها اي شيء لا قدر الله، وراثه انت اتخلقت بكليه واحده، فالحمد لله على كل حال. طبعا ده ممكن كمان الفرد يعيش بنص كليه، ممكن يعيش بجزء من الكليه، لكن هل يا ترى يمكن الفرد يعيش بدون كليه خالص؟ لا طبعا. واحد، لا يمكن الفرد ان يعيش من اي كليه او اذا توقفت كليتان عنه، ده طبيعي. انا قلت وظائف الكليه وقد ايه مهمه، ودلوقتي احنا عرفنا ازاي قد ايه مهمه، ازاي يعيش الانسان من غير هيتراكم السموم في جسمه ويموت طبعا، ده اكيد لا محاله، لانه سيصاب بالتسمم نتيجه لتراكم الفضلات في دمه. وبالتالي دلوقتي انا خلصت الجزئيه دي، الدرس بقيه ان شاء الله. السلام عليكم.